خلينا بقى نبدأ باستعدادات الأهلي زي ما احنا عارفين، والنهارده بيواصل الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب اللي هيكون يوم الخميس، ماتش مهم جدا، وبعدين هيبقى وراه على طول ماتش تاني أهم وهو ماتش مصر المقاصة اللي هيكون يوم الأحد، اللي قعدنا نتكلم يا كريم هل هيتأجل مش هيتأجل، لحد دلوقتي واضح إن مفيش تأجيل. على كل حال هما ماتشين مهمين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هو زي ما احنا عارفين مقرر يوم 17 يوليو أمام كايزر تشيفز، كلنا ثقة أكيد في حظ الأهلي نقاط مباريات الدوري والفوز كمان بدوري ابطال افريقيا. موعدنا ان شاء الله في المباراه النهائيه للبطوله واللي بيعتبر الحدث هنا بنتكلم الاهم افريقيا، وكل جماهير الاهلي متعطشه لهذه البطوله مره اخرى، وزي كنا بنقول امبارح يعني احنا دلوقتي اعتقد هنبدا نقول ال11 يا اهلي، فبنتكلم ان رغم كمان الاهلي على المستوى الافريقي هو المرشح الابرز، لكن دايما احنا بنتكلم احنا عايزين بطوله ورا بطوله، وبرده بنتكلم ان مفيش بطوله سهله، يعني مش بالسهوله اللي الناس بتتوقعها، احنا عندنا ثقه في فريقنا، عارفين ان فريقنا بيذاكر الخصم، عندنا عارفين ان فريقنا بيجتهد بيخطط بيستعد، ولكن برده مفيش بطوله سهله ومفيش ماتش سهل ومفيش حاجه اسمها الخصم ده مفيش منه خطوره، الكلام ده مش في مفهوم الاهلي واحنا عارفين ده، ويمكن موسيماني اكد على الكلام ده او بياكد على الكلام ده في كل مؤتمر صحفي بيلي المباراه او اي مباراه كانت، يعني هو بياكد انا بحترم اي خصم، هو ده اللي قاله. كايزر تشيفز اكيد هتكون مباراه مهمه، احنا زي ما بنتكلم اكون او لا اكون، ولكن احنا هنكون باذن الله واثقين في الفريق وواثقين في الاهلي، وده اللي الاهلي عودنا عليه كمان، ما فيهاش حاجه يعني غريبه. صحيح 100%.